اتفضلي. عملتي ايه؟ بصي بقى، انا رجعت على كل المعروضات في المكان، اوكي، ولقيت ان فعلا مع اعاده التنظيم كل حاجه هتبقى بشكل احسن. بمعنى ان احنا هنعمل كاتيجوري مختلف بالانواع والاسعار والذوق كمان. انت عارفه ان انا كنت عايزه حد فعلا يبقى فاهم يعني في الحته دي يشتغل معايا. اكيد انت لو احتجتيني انا هكون موجود. انا فعلا محتاجه حد يكون ذكي جدا يشتغل معايا، سبيشلي بعد السرقه اللي انا تعرضت لها من يومين. سرقه؟ سرقه ايه؟ اصلا انا اتسرقت من كام يوم كده، في حد سرق حاجه من الحاجات المعروضه بره، بس الكاميرات كانت فيها مشكله. دي عندك كاميرات هنا اصلا؟ مشفتهاش. مش لازم تشوفيها. بس الهارد كان فيه مشكله، بس المهندس لسه قافل معايا اكشلي، هو بيصلحهم وجاي في طريق دلوقتي. انت مش فاهمه انا ازاي متحمسه اعرف مين اللي عمل كده. مالك؟ لا انا كويسه. لا انا ينفع اقول لك حاجه جميله؟ اكيد طبعا. بصي انا حتى لو زهقتي هيبقى معاكي حق. انا جوز الشركه اللي كان شغال فيها قفلت، يعني الشركه نفسها صفت وهو كمان صفوه، بس حتى ما ادلوش مكافاه نهايه الخدمه، وعشان كده انا كان لازم ادور على شغل. بس كان صعب، مصاريفنا كانت سيئه قوي، مش مصاريفنا احنا يعني، مصاريف الولاد والمدارس، وبعدها بقى في ديون من اهلي واهله وصحابنا، ما كانش قدامي غير اني اعمل كده. انا اللي سرقت. والله العظيم ما كانش قدامي حلول تانية. ولما وقفت مع نفسي لقيت اني ما كانش ينفع اعمل كده، فعلشان كده قلت انا لازم اجي وارجع الحاجة، عشان كده انا جيت النهاردة. عشان ايه؟ مش فاهمة حاجة. ماشي يا أيمن، ماشي يا ابن اللذينة. صحفة بالعصي يا رب. ايه كل ده؟ جرايا يا ست المديرة، مبقاش حد عارف يوصلك ولا ايه؟ بقولك ايه؟ انا عايز اطلب منك طلب، وانا عارف ان انت هترفضي، وانا عارف ان انت هتعملي لي صداع، وانا عارف ان انت هتشتميني وليلة سودة، بس انا عايز اعزمك على اكل. فلو سمحتي، لو سمحتي ردي عليا، ولو سمحتي وافقي، عشان انت بجد هتندمي لو ما جيتيش. كلميني ضروري. بقول لك ايه، شغل الدور ده ما ينفعش معايا انا. دي المره 13 انا ابعت لك فيها فويس نوت ما بتردش ليه؟ ردي بقى.